السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي، وهو الفيديو الرابع من سلسلة لكون جاكازان افيك دنيا. هذه السلسلة اللي غنتعرفوا فيها بإذن الله على جميع الأزمنة لجميع الصيغ. اللي بغى يتعرف على صيغ التصريف أي لي مود دو كون جاكازان، سأترك لكم الرابط في الديسكريبسيون. رأينا في لي مود دو كون جاكازان لو مود انديكاتيف، وهو الصيغة الدلالية. كتذكير L'indicatif, c'est d'alalia, est un mode personnel qui compte 4 temps simples et 4 temps composés. يعني أن الصيغة الدلالية هي من الصيغ الشخصية كتحتوي على 4 أزمنة بسيطة و4 أزمنة مركبة. كذلك في الفيديو ديال لي مود دو كونجيكيزون راه شرحت شنو كنقصدو بالأزمنة البسيطة والأزمنة المركبة. لي طون سامبل دو لانديكاتيف سون لو بريزون l'imparfait, le passé simple, le futur simple. وهاد الأزمنة كلهم إن شاء الله غادي نشرحهم كل واحد في فيديو. وبالنسبة لـ present راه شرحته في الفيديو اللي سبق، غادي نخلي لكم كذلك الرابط في لا ديسكريبسيون. concernant les temps composés، الأزمنة البسيطة تتكون من le passé composé وهو الماضي المركب، le passé antérieur، le futur antérieur et le plus que parfait. هادو بالنسبة للأزمنة المركبة، كذلك غادي نشوفوهم كلهم كل واحد في فيديو. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على le passé composé الماضي المركب، وهو من الأزمنة المركبة. l'utilisation du passé composé يعني إمتى كنستعملو le passé composé، إمتى غادي نعرف راسي بلي خاصني نستعمل le temps du passé composé. donc Le passé composé s'utilise pour une action ponctuelle et bref dans le passé. يعني أن le passé composé كنستعملوه ملي كنبغيو نهضرو على شي حاجة، على أي action دازت في الماضي. في الماضي ملي كنكون كنهضر على الماضي خاصني نستعمل le passé composé. Donc le passé composé se forme avec l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent suivi du participe. يعني أن le passé composé كيتكون لينا بما أنه مركب، يعني من الكلمة أو المعنى الاسم ديالو مركب، يعني أنه يتكون من شقين أو أكثر. Donc le passé composé كيتكون لينا من l'auxiliaire être et avoir conjugué في le présent صرفين في البريزون في الحاضر de l'indicatif ديال الصيغة الدلالية. حنا غادي نتعرفوا على هادشي في الفيديو. سويفي دي بارتيسيب من بعد كيتبعوا واحد البارتيسيب، تبعوا معايا وغادي نتعرفوا على كل حاجه بوحديتها. اكزامبل nous avons mangé، nous avons mangé اكلنا. متى اكلنا؟ هل الان ناكل؟ لا، اكلنا في الماضي. اكلنا، اذا اكلنا نستعمل الان لو باسي كومبوزي الماضي المركب. لا دوزيام اكزامبل C'est elles sont arrivées. Elles sont arrivées. لقد وصلوا. متى وصلوا؟ الآن. لا، وصلوا في الماضي. وصلوا. ملي كنقول شي حاجة اللي وصلوا يد، يعني أنه passé composé، شي حاجة دازت. مازال ماشي يلا غدوز ولا مازال ما داز. داز داجة. الآن غادي نشوفوا لي كونستريكسيون دي باسي كومبوزي، يعني المكونات كيفاش كنصرفوا لو فيرب دي باسي كومبوزي، مناش كيتكون لينا لو باسي كومبوزي الماضي المركب. Donc le passé composé c'est un temps composé. Cela signifie que la forme conjuguée utilise l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif et participe passé du verbe conjugué. يعني كيف ما قلت لكم، بما ان لو باسي كومبوزي من الازمنه المركبه من لي طون كومبوزي، يعني انه يعني هذا الشيء بانه كيتكون لينا من جوج، l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif، يعني كيتكون من الفيرب من لوكسيليير اتر او افوار مصرفين في البريزون دو لانديكاتيف في الحاضر في الصيغه الدلاليه، و لو بارتيسيپ باسي دي فيرب ا كونجيغي. يعني كقاعده لو باسي كومبوزي ايت ايغال لوكسيليير اتر او افوار، l'auxiliaire être ou avoir plus participe passé plus participe passé. حنا نتعرفوا على les auxiliaires être ou avoir، ونتعرفوا على participe passé ديال جميع لي فيرب. غير تبعوا معايا ونشرح لكم كل شيء. اكزامبل مثلا elle a mangé un gâteau. elle a mangé un gâteau. لاحظوا معايا le verbe
manger le verbe manger شنو قبل منه la la c'est l'auxiliaire avoir c'est l'auxiliaire avoir مصرف le présent elle a mangé يعني هنا يكون un verbe conjugué au passé composé conjugué au passé composé deuxième phrase hier je suis allé au restaurant لاحظوا معايا Je suis allé, ذهبت. Je suis allé, لاحظوا بلي درت هنايا le verbe être مع le participe passé de le verbe aller. Le verbe aller. Les auxiliaires être et avoir. بالنسبة للauxiliaire être ou avoir, ont une conjugaison qu'il faut maîtriser. عندهم واحد التصريف اللي هو واضح في le présent de l'indicatif. يجب علينا أن نحفظوه. شي حاجة اللي سهلة بزاف. تبعوا معايا غادي نشوفوهم دونك لو فيرب اتر في لو بريزون دو لانديكاتيف كيعطينا جو سوي تو اي ايل اي نو سوم فوز ات ايل سون ال سون اما لو فيرب افوار لو فيرب افوار كيعني عندي الا بغيت نقول عندي شي حاجه جي تيا ايل ا نو زافون فوز افي ايل زون يعني هاد التصريف ديال لوكسيليير اتري افوار خاصنا نحفظوه مزيان هما اللي كنستعملو دائما هاد الجوج باش اننا نصرفو شي فعل في لو باسي كومبوزي غادي نشوفو لي فيرب اللي كيتصرفو لينا مع لوكسيليير اتري باسكو كاينين دي فيرب لا بليبار دي فيرب اللي كيتصرفو مع لوكسيليير افوار الاغلبيه كيتصرفوا مع لوكسيليير افوار وكاينين دي فيرب اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر مع لوكسيليير اتر غالبا هما لي فيرب برونومينو بالنسبه لهنا غادي نعطيكم واحد لا ليست دي فيرب كي سو كونجيغيو افيك اتر كلاسي باغ اوردر الفابيتيك نعطيكم واحد لا ليست فيها جميع الافعال اللي كتصرف مع لو فيرب اتر مصرفه باغ اوردر الفابيتيك هاد لي فيرب تقريبا ماشي كاملين ناقصين شي وحدين لو فيرب الي لو فيرب اريفي ديسوندر دوفينير انتري مونتي مورير ناتر بارتير روتورني سورتير تومبي اي فينير اي اوسي كاينين دي فيرب اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر ومع لوكسيليير افوار اكزامبل Je suis montée en voiture. Je suis montée en voiture. يعني هنا كاين عندنا لو فيرب monter صرفناه مع لوكسيليير être. Il est parti en car à 5 heures du matin. لاحظوا معايا بلي لو فيرب partir كاين في اللائحه اللي عطيتكم اللي كتصرف مع لوكسيليير être دونك غادي نزيد عليه لوكسيليير être. ان شاء الله دابا غادي ندوزو لي كونستركسيون دي بارتيسيپ باسي يعني كيفاش كنصرف كيفاش كنوجد عفوا لو بارتيسيپ باسي بالنسبه لو بارتيسيپ باسي pour construire le participe passé on rajoute au radical du verbe une terminaison qui dépend du verbe soit premier groupe soit deuxième groupe soit troisième groupe يعني باش نصرف le participe passé خاصني نعرف le verbe اش من جروب كينتامي وباش نعرف لي جروب اش من جروب كينتامي غادي نخلي لكم لو ليان ديال لا فيديو اللي شرحت فيه لي 3 جروب دو فيرب في لا ديسكريبسيون اللي بغا يرجع يشوفو اذا خاصني اول حاجه قبل ما نوجد لو بارتيسيپ باسي نعرف لو فيرب اش من جروب كينتامي لي واش لو بروميير جروب دوزيام جروب او بيان تروازيام جروب بالنسبة لي فيرب دي بروميير جروب لي فيرب دي بروميير جروب اون اون بارتيسيپ باسي اون اي يعني جميع لي فيرب دي بروميير جروب و لي فيرب دو بروميير جروب هما اللي كينتهيو ب او ار لا تيرمينيزون اللي كنزيدو في لو بارتيسيپ باسي هي اي هي اي اكزامبل عندنا لي تيرمينيزون دي بارتيسيپ باسي عندنا لي بروميير جروب اكزامبل لو فيرب ايمي في لي تيرمينيزون كاين واحد الاختلاف بالنسبه للماسكولين سانغولي ماسكولين بلوريال فيمينين سانغولي فيمينين بلوريال مثلا
le verbe aimer بغيت ندير ليه le participe passé. Le verbe aimer, c'est un verbe de premier groupe parce que elle se termine par er. Mais li غادي نبغي ندير le participe passé, غادي نحذف er و سأضيف اي. سأضيف اي بالنسبة للماسكولين سنغولي. اما بالنسبة مثلا الفيمينين سنغولي غادي نضيف او ديال الفيمينين. او ديال الفيمينين. وملي يكون عندي البلوريال سأضيف اس ديال الجمع. ديال البلوريال اس ديال البلوريال. وملي يكون عندي فيمينين بلوريال كندير اي او اس. اي او اس. مثال لو فيرب بريباري. مثلا مامون ا بريباري ان ديليسيو غاتو. امي اعدت لي حلوه لذيذه. مثلا ا بريباري لاحظوا معايا لو فيرب بريباري ال سي تيرمين بار او ار دونك سي ان فيرب دو بروميير غروب ساحذف او ار واضيف اي واضيف اي. الان سنرى les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe. Donc, كيف ما كتعرفوا بلي les verbes du deuxième groupe هما les verbes اللي كينتهيو ب ir ou est conjuguant qu'on finir فنو. يعني خاصة تعطينا nous finissons. هادشي راه شرحتو في لا فيديو ديال les trois groupes de verbes. Donc, le participe ديال les verbes du deuxième groupe كنحذفو ir ou كنضيفو اي. كنحذفو اي ار و كنضيفو اي. لاحظوا معايا هذا الجدول. بالنسبه لي تيرمينيزون دي بارتيسي باسي في الماسكولين سينغولييه ماسكولين بلوريال ماسكولين سينغولييه اي فيمينين بلوريال. بالنسبه لو فيرب فينير كتطبيق بالنسبه لو فيرب فينير غادي نحذفو اي ار ونضيفو اي او لا تقريبا غير نحيدو ار ونخليو اي ولكن حنا غنقولوا بلي نحيدو لا تيرمينيزون ديال لو فيرب. عندنا فيني. فيني في البلوريال يعني خصنا نضيفو اس ديال البلوريال. وبالنسبه للفيمينين غنضيف او ديال الفيمينين في سانغولي. وبالنسبه للفيمينين بلوريال غادي ندير اي او اس. هما واضحين في طابلو. اكزامبل لو فيرب غالونتير. Le verbe ralentir. Le verbe ralentir, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc, غادي نحذف la terminaison ديال verbe اللي هي ir و سأضيف la terminaison ديال participe passé des verbes de deuxième groupe اللي هي i. جميع لي فيرب دو دوزيام جروب كنزيدو ليهم i و جميع لي فيرب ديال بروميير جروب كنضيفو ليهم اي. Mon père a ralenti au virage. Mon père a ralenti au virage. Donc, الان غادي نشوفو les verbes de troisième groupe و هما اللي شوية كيطلبو منا اننا نعقلو عليهم حيت فيهم بزاف ديال الترمينيزون او لا بالضبط اربعة ديال الترمينيزون ديال participe passé. هما اي و اي اس تي. مثال le verbe attendre. J'ai attendu. بحال le verbe attendre غادي نضيف ليه في le participe passé U. J'ai attendu l'arrivée du train avec impatience. J'ai attendu l'arrivée du train avec impatience. نشوفو بعض الأفعال مصرفة في le passé composé. نبداو بلو فيرب دانسي. لو فيرب دانسي سي ان فيرب دو بروميير غروب باسكو ال سو تيرمين بار او ار. دونك كيما قلنا بلي لو باسي كومبوزي كيساوي لينا لوكسيليير اتر او افوار بليس لو بارتيسيب. اذا لاحظوا معايا هنا لو فيرب دانسي كيتصرف لينا مع لوكسيليير افوار. دونك هنا غادي ندير جي دانسي. حطيت l'auxiliaire avoir مصرف le présent de l'indicatif plus le participe passé. بالنسبة le participe passé كيف ما كتلاحظوا هنا فقط حذفت la terminaison ديال le verbe اللي هي er وضفت a. دونك غتعطيني j'ai dansé, tu as dansé, il et elle a dansé. ملي كنبغي ندير l راه كنضيف هنايا E ديال الفيمينا. كنضيف E ديال الفيمينا. Nous avons dansé.
vous avez dansé, il, elle, ont dansé. يعني ما تنساوش باللي ما كيكون عندنا البلوريال راه كنضيفو اس او لا ملي كيكون عندنا الفيمينان بلوريال كنضيفو هنايا او كتولي عندنا اي او اس اي او اس. نشوفوا الان لو فيرب الثاني فينير. لو فيرب فينير سي ان فيرب دو دوزيام غروب باسكو ال سو تيرمين بار اي ار. دونك لو فيرب فينير كذلك كيتصرف مع كتصرف مع لوكسيليير افوار. دونك يعطينا جي فيني حذفت لا تيرمينيزون اي ار وضفت اي ا لا فان. جي فيني تي ا فيني ال ا فيني ال ا فيني ما نساوش باللي ال ا فيني غادي نضيفو او ا لا فان. نزافون فيني فوزافي فيني ايل اي الزون فيني ما نساوش اس البلوريال. انا وضحت لكم هنا في لو فيرب الي. لو فيرب الي غادي يتصرف لينا كيف ما شفنا في لا ليست ديال لي فيرب لي كونجوغي مع لو فيرب اتر. راه كان لو فيرب الي ولو فيرب فينير. دونك لو فيرب الي كيتصرف مع لوكسيليير اتر. غادي يعطينا جو سوي الي تي الي ايل ال الي نو سوم الي فوز ات الي Il et elle sont allés. Le verbe venir. Je suis venu. Tu es venu. Il est venu. Elle est venue. Nous sommes venus. Vous êtes venus. Il et elle sont venus. نشوفوا الآن واحد التمرين. Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. لاحظوا معايا. Il, le verbe l'aidna, écrire. C'est un verbe du troisième groupe. Il écrire un livre. Juliette, regardez un film. Regardez, verbe de premier groupe. Regardez. Juliette, ra'at, film. Est-ce que Pierre finir à 6 heures? Est-ce que Pierre finir à 16 heures? Finir, c'est un verbe de deuxième groupe. J'enfermais la fenêtre. J'ai fermé la fenêtre. François se levait à 8 heures. François se levait à 8 heures. يعني غادي نخلي لكم واحد شويه الوقت باش تخرجوا هاد التمرين. شوفوا لا كونجوغيزون ديالو. سهلة باللي غادي تاخد غير لوكسيليير اتر او لا افوار بليس لو بارتيسيپ باسي. لو بارتيسيپ باسي يكفي انك تعرف لو غروب اللي كينتمي ليه وتضيف. الا كان كينتمي لو بروميير غروب كنضيفو اي. سي كان كينتمي لو دوزيام غروب كنضيفو اي. سي كان كينتمي لو تخوازيام غروب فراه عندهم ربعة ديال لي تيرمينيزون اللي هما اي او تي اس. نمر الآن للتصحيح. correction. bon. le verbe écrire. le verbe écrire. غادي يتصرف مع l'auxiliaire avoir. غادي يعطينا ils ont écrit un livre. ils ont écrit un livre. le verbe écrire ضفت لي la terminaison t في الparticipe passé. Juliette regardait un film. ملي غنبغي نصرف لو فيرب ريغاردي في الباسي كومبوزي بما انه كينتمي للبروميير كوب فغادي نبدل فقط او ار ب اي. جولييت ا لوكسيليير افوار ريغاردي ضفت ليها اي ا لا فان ان فيلم. اسكو بيير ا فيني بما ان لو فيرب فينير كذلك كيتصرف مع لو فيرب افوار مع لوكسيليير افوار. اذا غادي فقط نبدل او ار وغادي نضيف اي وهنا راه لوكسيليير افوار. اسكو بيير ا فيني ا 5 اور ا 15 اور عفوا. جي فيرمي لا فينيتر. جي فيرمي لا فينيتر. جي فيرمي La fenêtre. Le verbe fermer, c'est un verbe de premier groupe. Donc, فقط غادي نحذفو ER, on ضيف A. François s'est levé à 8 heures. François s'est levé à 8 heures. والآن ندوزو الخطط المكتوبة اللي كنحاول دائما أنني نبسط لكم فيها الدرس بأكمله.
وان شاء الله تكونوا كتستافدوا منها. تبعوا معايا لو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف، يعني الماضي المركب في الصيغه الدلالي. بالنسبه للباسي كومبوزي كقاعده كيساوي لينا لوكسيليير اترو افوار بلس لو بارتيسيپ باسي. نشوفوا لوكسيليير اترو افوار في بريزون دو لانديكاتيف، خاصكم تعقلوا عليهم مزيان. لو فيرب اتر في بريزون دو لانديكاتيف جو سوي تي اي ايل ال اي نسوم فوز ات ايل اي ال سون. بالنسبه لو فيرب افوار جي تي il a nous avons vous avez ils ont elles ont. اما بالنسبه للبارتيسيپ باسي فله قاعده فقط انكم تعرفوها وتبقوا تطبقوها على جميع لي فيرب. بالنسبه لي فيرب دو بروميير غروب هما لي فيرب اللي كينتهيو ب ار فكنضيفو ليهم فقط اي، يعني غادي نحذفو او ار ونضيفو بلاصتها اي. بحال مثلا لو فيرب بارلي فكنحذفو او ار وكنضيفو اي كتولي بارلي. اما بالنسبه لي فيرب دو دوزيام غروب اللي هما لي فيرب اللي كينتهيو ب اي ار فكنحيدو اي ار وكنضيفو اي. بحال مثلا فينير كنحذفو لا تيرمينيزون اي ار وكنضيفو اي كتولي فيني. اما بالنسبه لي فيرب دو ثوازيام غروب هما اللي تيكون فيهم شويه ديال الاشكال، عندنا كاتر تيرمينيزون اي تي اس اي. يعني كقاعده فقط اننا نعرفو بلي لو باسي كومبوزي كيساوي لنا لوكسيليير اترو افوار بليس لو بارتيسيپ باسي، هكذا ما غيبقاش عندنا مشكل نهائيا في التصريف ديال لي فيرب في الباسي كومبوزي. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا فيديو وكذلك تفهموا لو باسي كومبوزي. وبالنسبه لجميع الدروس غادي نخلي لكم لي ليان في لا ديسكريبسيون. وإلا عجبكم هاد لا فيديو ما تنساوش تدعموا القناه ديالي بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك خليوا لي تعليق على اي نقطه ما فهمتوهاش وايضا الدروس اللي تبغيو نفيدكم بهم. وشكرا على الدعم ديال كل واحد فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.